مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. واليوم كيحضر معنا اليوتيوبر الياس اللي جانا من حد سوالم. نتعرفوا من خلال المحتوى اللي كيقدم، واخا المحتوى ديالو فيه بزاف ديال الكلاشات. كذلك هو اتصل بنا وبغى يتكلم على واحد المساله. كنعرفوا ليله عاشوراء او لما سميت بليله الرعب، للاسف مجموعه ديال الشباب الطائش اللي قاموا بالهجوم على رجال الامن، رشقوهم بالحجاره بعجلات السيارات. يعني كانت افعال مسيئه من طرف الشباب في حق رجال الامن. وإلياس يعني واحد من الشباب اللي بغى يتكلم على هاد المساله. السلام عليكم إلياس. مرحبا بك. بارك الله فيك. نعرفوا بعدا بك شويه، المشاهدين يعرفوك. راك المتتبعين ديالك كيعرفوك، ولكن المشاهدين لاول مره غيتعرفوا على إلياس، يعرفوا شكون هو. معكم الصايلي، صاحب قناه صايلي سكافندري. لي الشرف اني نكون مع شوف تي في في هذا النهار هذا، وكنتمنوا ان شاء الله يكون هذا الحوار يعني ينال الاعجاب ديالكم ويكون شيق. اول حاجه قلت لي سي الياس بغيت يتكلم على هذه المساله ديال اللي وقعت ليله عاشوراء، اللي كنا استأنا لها يعني من الصغير فينا والكبير فينا. شفنا مقاطع فيديو اللي يعني قاموا بعض الشباب بعمليات متهوره في حق رجال الامن. تكلم على هذه المساله. فاول حاجه كنضمن كل التضامن مع رجال الامن اللي هما في الوقت اللي كانوا جايين باش كيحميو هذوك الاطفال من الافعال ديالهم هما الناس، فهما كيصطادموا بواحد 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 المقاومه. يعني ما انا يعني ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي حاجه باش انت غادي تشدها وغتمنطقها، ما كايناش. ليله عاشوراء فهي فقط صله الرحيم، العباده، بزاف ديال الحوايج، الصيام، بزاف. كنتفاجئوا هي فعلا حنا كاع دوزنا هذوك المسائل، ولكن ديك الساعه ما كانت السوشيال ميديا، ما كناش كنعرفوا بزاف ديال الحوايج. لكن دابا ولا كلشي عارف، ولا كلشي عند التليفونات، كل الصغير فينا راه كيعرف شي حوايج في التليفون اللي ما كاينش. الوغ يعني الهجوم اللي تعرضوا ليه السلطه، هذاك يعني انا ما فهمت فيه والو. فلا كان شي حد يتعاقب بالنسبه لي انا في الوالدين، لانه باش كتكون حمله تحسيسيه مخسر عليها ملايير ديال الدراهم، كتجي ليله وحده تجمعات، قنابل، مفرقعات، مواد كيماويه اللي هي ممكن تؤدي بحياه هذاك الطفل. شكون اللي غيبكي في الاخر؟ غيبكي والديهم. سمعت شدهم 157 واحد، 157 واحد. شكون اللي غادي يتكرفص؟ غادي يتكرفصوا الوالدين. الوالدين هما اللي غيتكرفصوا. يعني الا كنا غنهضروا، غنوجهوا هذه الرساله، غنوجهوها للوالدين. وانا بدوري كاب، يعني انا ما غن يعني ولدي كنشوف فيه غادي خارج فهاداك. انا نعقل على الوالده ديالي انا، باش في هذاك الوقت باش كتعرف على كاينه عاشوراء، راه كتشد عليك في الدار بحال شاده شي واحد اللي هو غادي يقدر يخرج يدير شي حاجه. نعم. فبالتالي دابا الوالدين وعاو، والدين يعني لا جوناس ديالنا حنا نيت يعني اللي واعيين وفاهمين. يعني انا تصدمت بصراحه، تصدمت يعني ما نكذبش عليكم، انا تصدمت بزاف. كنضامن كل التضامن مع رجال السلطه، ومن هذا المنبر انا لا جيتو على الراي ديالي، الا كان غادي يكون شي محاسبه ومحاكمه تحاسبوا الوالدين. ياك. وي. وهذا الشباب المتهور شنو الرساله، شنو اللي بغيتي تقول له؟ اللي بغيت نقول ليه هو دابا كلشي توفر عندك، توفرت عندك السوشيال ميديا. يعني راه ب 10 دراهم غتشارجي واحد جيجا، اي حاجه عن نفسك. ما تسناش على ان المجتمع هو اللي غادي يكون، انت غتصنع راسك، غتصنع راسك. واش بان لك عقل ولا مشات فرقعه؟ واش شي فيديوهات اخرين هذوك اللي بانوا؟ هذاك الفيديو هو اللي يتفهم. شي فيديوهات اخرين يقشعر لهم جايبين الناس بالحياه وقسما بالله العلي العظيم، كيفرقعوا مفرقعات وذوك الصواريخ وذوك الكرانات وذوك الشيء. حنا كنحاربوا في كورونا الاخوان، حنا كنحاربوا في كورونا، حنا امام واحد الحرب مع واحد الفيروس اللي ما كيتشافش. اذا خاصنا كنا حنا كنا مجندين باش هذاك الفيروس نقضيو عليه، وعاد نشوفوا شي حاجه اخرى.
نعم، نتمنى الرسالة ديال إلياس تكون وصلات، وندوزو لإلياس يعني اليوتيوبر، وحنا كنعرفوا على القناة ديالك يلاه في البدايات ديالها، وكنعرفوا بزاف ديال المدونين يعني في البداية ديالهم كيلتاجئوا بعض المدونين المؤثرين اللي هما مشهورين، فبالتالي شحال من واحد تعرض للنصب يعني غير تبعتوا قناة شوف تي في، يعني اتصلوا بنا بزاف ديال اليوتيوبرز اللي كيتشكاو من هذه المسألة ديال الجيف واي، وكاين اللي مشات له 1000 درهم 3000 درهم، وعاد داك الفيديو الجماعي تكلم حتى انت واحد منهم. تفضل. اولا الانسان اللي كيدير واحد الكونتوني فكيبدا خدام عليه، كيبدا خدام عليه في الجروبات بزاف ديال الحوايج واحد الوقيته، فكيقول اجي علاش ماشي باش يختصر الوقت، غير باش يقول نوصل عند المشاهد. ممكن الكونتوني ديالي راه زوين ولكن انني باقي ما وصلتش عند المشاهد، ممكن شي حد شي طريق اللي غتوصلني عند المشاهد، ممكن ديك الساعه الكونتوني ديالي غادي يبان وغادي يبان بزاف. انا كيلتجئ اي يوتيوبر صغير كيلتجئ هذوك الناس اللي هما عندهم قنوات كبار. ملي كتلتجئ هذوك الناس عندهم قنوات كبار ففي الاول كيفاجئوك بالضحكه والتبسيمه، حنا معاك وحنا غنديروا لك وكذا وهذه وهذه. على فاه ملي كيبدا الجيف واي يعني هما بعدا كيطلبوا منك المبلغ اللي ما كيتزاقلوش عليه، يعني ما كيبداش ما كتشي كيطلق الجيف واي وكيتعاون معاك، لا ما كيبداش هو داك الجيف واي حتى كاع الناس اللي كاينين يحطوا هذاك المبلغ. اذا كنت 1500 600 في 2000 درهم، انا شخصيا تنصب عليا ما عندوش الناس مشهورين بزاف كاع. واحد من فاس، ونكتفي نقول لك واحد من نواحي فاس، ووحده من دار البيضاء، يعني للاسف عطيتيهم الفلوس. طبيعي الحال عطيناهم فلوس، يعني ماشي انا، مجموعه ديال الناس عطاو فلوس، ولكن ما المشكل هو انه ملي كيسالي الجيف واي كيعطيك واحد الفتره محدده ديال الجيف واي، ملي كيسالي الجيف واي ما كيعقلش عليك بهذا المعنى، التليفون ما كيبقاش يجاوبك فيه، ميساج باغ واتساب ما كيجاوبكش فيه، وما كيتزادكم لا ديزابوني لا والو ما كيتزادوش لي زابوني، وحتى لا تزادو من بعد ملي كيسالي داك الشيء. اصلا هما كينصبوا على الناس في مراتين، كينصبوا على عليك انت كونديدا اللي كاين تما كاينه مع الناس، وكينصبوا على الناس اللي كيقول لهم ربحنا فلان بن فلان وربحنا فلانه بن فلانه، وما كاين لا ربح لا والو، كيشدوك الفلوس كيضربهم في جيبو. كنتحمل مسؤوليه كلامي، انا كنتحمل مسؤوليه كلامي، كيضربهم في جيبو ما كاين لا ربح لا والو، كيمشي هو باغي يشري شي حاجه للدار بهذوك الفلوس، كيقول زك غندير جيف واي، هذيك اللعيبه اللي غادي نمشي نحطها في الدار غندير راسي على انها هي اللي غنربح بها الناس. اون فوا كيسالي الجيف واي كيمشي يعلق على كانت التلفازه ولا ما كانت الصابون ولا شي حاجه، كيبدا خدام وهكا. يعني ولو بالنسبه له قنوات صغار مشروع، ولو الناس قنوات صغار ولو بالنسبه لهم مشروع. اذا في الوقت اللي انت خاصك تفكر في راسك البدايات ديالك كيفاش كنتي حتى واحد ما عاونك وصلتي، عاون الناس اللي تحت منك. نعم. ممكن بغيتي تاخذ فلوس على يعني تعاون الناس هذا حقك، ولكن ما تضحكش على الناس. لقيت الناس لما وصلوش لوبجيكتيف اللي انت عطيتيهم رد لهم فلوس، اضعف الايمان. هذه هي كنعرف الشاشه فيهم بالمصداقيه. ولكن ولو القنوات الصغرى نقولها لك صريح العباره، القنوات الصغرى ولو قروج للقنوات الكبرى. يعني كيدخلوا من خلالهم، نعم كيدخلوا ارباح من خلالهم. يعني ادسنس كيخبيو فلوسهم. عرفتي تخيلي معايا الا كان غير 50 واحد غيدا لي الجيف واي 1000 درهم، تسمي شحال؟ نعم هذاك الجيف واي الجماعي. كيديروا هما الجيف واي جماعي، ما كيديروش واحد. الفردي كيطلبوا منك 3000 درهم يمكن. نعم. دابا يعني انا نصيحه للناس كاملين، انا غنقولها هنا، ما تبقاش ديروا جيف واي. بغيتي دير جيف واي وتخلص فلوس، سير خلص يوتيوب يدير لك اعلان القناه ديالك. احسن. يعني هذه ولات تجاره اللي ما عليها ضرائب، ما عليها حتى شي حاجه، كاين ارباح. ويوتيوب كيضمن لك، كيقول لك ضمان مدى الحياه، يعني موصلك داك الشيء ديالك المشاهدات ولا داك الشيء اللي بغيتي، كيقول لك تراسلنا كنفيريفيو القناه ديالك ونعاود نقول لك داك الشيء اللي عطيني. ونتمنى الميساج ديالك يكون وصل، ودائما حنا مع الياس اللي المحتوى ديالو. الياس انت تشهرتي بالهاشتاج بالكلاشات، عفوا بالكلاشات. علاش اختاريتي هاد الكلاشات؟ اليوم هادفين، هو انتقاد الهادف،
الانتقاد الهادف اللي هو ممكن على إطار وقع الإصلاح دون جريح دون تسمية. أنا ولكن ما يخلقش لك أعداء؟ خلق لي أعداء وأعداء بزاف، ولكن إلياس اللي هو الصايلي كيهضر من أجل الإصلاح، ما يجرحش في الشخصيات. أنا هضر بحال هاد الحفرة خاصها تصوب، ماشي سوقي أنا شكون اللي يمكن له بها، أنا سوقي نهضر عليها، نقول هذيك الحفرة خاصها تصوب وماشي نهضر عليها. دابا أغلبية ديال الناس اللي كلاشور كيخطئوا واحد الخطأ، واخا هما يعني واصلين كبار مع احتراماتي ليهم راهما معروفين، كيخطئوا واحد الأخطاء اللي هو أنه كيبدا كيقصف. أنا كمواطن عادي غادي تقول لي كون أنا خدام شريك تقول لي هذيك ما درتيهاش علاش الفعالية تارك؟ واخا نكون مواطن عادي ما غنديرهاش، لأن طبيعة الإنسان ما كيحملش الاستفزاز. أما أنا لا هضرت على المشكل وحاولت نعطي الحل، لا هضرت على المشكل، المشكل راه بين الناس كاملين، ما بينش لك أنت بوحدك كيوتيوبر، ولكن كنتسناو منك الحل أو جزء من الحل أو اقتراح. نعم هذا هو اللي كنسعى ليه أنا، يعني أنا هادف، انتقاد هادف دون جريح دون تسمية. أنا كنقول ماشي سوقي شكون اللي مسؤول على ديك الحاجة، ولكن أنا غادي نهضر عليها ونعطي حل من وجهة نظر ممكن يقدر يفيد. حيت كيقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ممكن هذاك نعم. المسؤول ما جاتش هذيك الفكرة وجاتك أنت، حيت ربي يفرق بيناتنا في العقول. نعم. ممكن أنت كيقول لك يضع السر في أضعف خلقه، ممكن أنا نعطيه فكرة يخدم بها، علاش لا؟ نعم. ولا سولناك على روتيني اليومي. روتيني اليوم يعني شنو نقول لك، ميوعة بسالة بين قوسين دعارة في السوشيال ميديا، صريح العبارة دعارة في السوشيال ميديا، ما عندها حتى شي تفسير، ماشي محتوى. انا كيبانوا لي هذوك الناس ديالنا بحال غلطوا، جاهم واحد الخطا تاع اليوم عند ساكن واقيلا ما قارينش ولا ما فاهمينش، بلاص ما يمشيو يحطوا فيديوهاتهم في واحد المواقع معينه غلطوا حطوهم في اليوتيوب. بصراحه لان اليوتيوب ماشي ديال داكشي، اليوتيوب نهار الدار للاخوان، اليوتيوب نهار الدار باش يرفع على الناس وباش يعني يوجه الراي العام وباش يستافدوا من الناس. اليوتيوب ما دارش التفاهم، اليوتيوب دار شي حاجه بحال واحد السوشيال ميديا حره غير مورا، ماشي معلاش رقابه، ولكن معلاش واحد الرقابه اللي هي بحال اللي عندنا دابا حاليا. يعني ممكن الناس كنعرفهم انا ما كيتفرجش التلفازه وكيتفرج في اليوتيوب، ولو تكون ما كاينش، هي كاينه واحد الرقابه غير هي واحد الرقابه فوجيا، ولكن كاينه قيم عند الانسان وكاين اخلاق عند الانسان. بحال دابا نقول لك، نعم. دابا بالنسبه انا بغيت نكون ممثل، ولكن ما تحتش لي الفرصه انني نمشي نقرا وندير داكشي ديال التمثيل، طحت فيك اليوتيوب. نعم. تبرز الموهبه ديالك، هو اللي قصدت انا. نعم. انك بغيتي تعطي اخبار وعندك هوايه ديال الصحافه ولكن ما قريتيش وكذا، عندك واحد المتنفس ممكن فين توصل. نعم. غير هما كاين البعض اللي البعض اش داروا، داروها بيعه وشريه. انا كنقول لك، انا غنقول لك روتيني اليومي في جمله دعاره على اليوتيوب صراحه، جوج الحوايج هذوك الناس كيتفرجوا روتيني اليوم، يا والديهم ما عندهمش الانترنت، يا رجالتهم ما عندهمش الانترنت، يا واقيلا مهم انا بان لي رجالتهم والديهم ما عندهمش الانترنت. لان لو كان انا كنعرف الرجل المغربي كيفاش داير، الرجل المغربي حار ودمه سخون وما يبغيش يشوف بحال هذاك الشيء عند اختو ولا عند مرته، صريح العباره ما غيقبلهاش، ما غيقبلهاش، لان كاع الناس غيكونوا متفقين معايا حالي ما غيقبلهاش. يعني راه كاين اللي الراجل هو اللي كيصور، الراجل ليس بالذكر، انا كنذكر الراجل اللي راجل اختي، نقول الزوج، الراجل الزوج هو اللي كيصور للمراه، الاخ ولا يكون الاخت ولا يكون باردون يكون الاب ولا يكون الزوج ولا يكون الابن راجل، اما الذكر عايصور كيبقى على المونطاري تيوش فيها راجل ولا لا، على سبيل المثال يقدر يكون راجل يقدر يكون عاداك. بغيناك ميساج لصحابات روتيني اليوم، صحابات روتيني اليوم بالمفهوم كولوم لوان نقول لهم الله يخليكم، هذيك راه يوتيوب قراو عاد حطوا بوست ليو الفيديو ديالكم، ممكن كتحطوه في الموقع الخطا، انا عرفتكم وما قصدتوش،
ولكن راه كاين مواقع خاصه بهذاك الشيء. راه اليوتيوب هذاك مكتوبه يوتيوب، قراي مزيان عاد حط الفيديو ديالك. انا كاين كتصبن الزربيه وهي علاش قلت لك انا دابا هما اش كيديروا دابا هما مساكن راه ما عرفوش، دابا هما ما عرفوش، هما بغاو يحطوا فواحد المواقع معينه ياك وحطوه في اليوتيوب، قالوا لي هذيك البلاصه كيتلحوا فيها الفيديوهات ولحوا فيها هذوك الفيديوهات، حيت حيت المرأة المغربية، المرأة الحرة المغربية اللي كتحط محتوى، كيستافد منه كاع الناس. نعم. كتحكي للي كتحشم تبان، دايره كنعرف انا دي يوتيوبر عندهم نص مليون وعمرها ما بانت. نعم. وعمرها ما بانت، علاش؟ المرأة المغربية هذه. اما هذيك الاخرى اللي كدير روتيني اليومي ما تعرفوها شكون هي، راه مسكينة بغات مع كورونا وداك الشيء تقطع عليهم داك الشيء، راه بغاو يحطوه باش يستافدوا من الاموال الجهه اخرى، صدقوا حطوه في اليوتيوب وصافي وقالوا نكملوا في اليوتيوب، علاش لا؟ ونتمنوا الرساله ديالك تكون وصلت. الياس اليوم الصباح كان فيديو اللي تبارك الله غادي مشاهدات غدا، يعني تبارك الله الله يكمل عليك. المفاجاه اللي درتي الوالده ديالك في العمره ان شاء الله. انا باغي تمشي للعمره ان شاء الله من بعد، باغي ديها ولا باغي تمشي؟ انا عطيتها فلوس دابا، كانت كتحلم ليا بالعمر، عطيتها الفلوس دابا تدبر راسها. عطيتيها الفلوس؟ عطيتها الفلوس تدبر راسها. واش قالت لك؟ انا عطيتها الفلوس. هي بكات اكثر ما عبرات بالكلمات، وانا حسيت بها انها بكثر ما ركزتش معايا انا اللي ولدها، بكثر انها شافت المقام قدامها، يعني لدرجه قالت لي انا ما كرهتش نمشي دابا يطلقوا لي الطياره نمشي دابا نشوف هذاك المكان. هو كان الحلم ديالها، كنتمناو نكونوا توفقنا على انه بحال كيف قلتي دابا، بحال هادو هما الحوايج اللي كنبغيو نشوفو في اليوتيوب، انه واحد الحاجه اللي هي ممكن يشوف واحد الانسان يكون غافل عليها يمشي يقول مو بطبيعه الحال شي حاجه اللي نستافدوا منها الشباب والشباب والشابات. راه هذاك نرجعوا للروتين اليومي في واحد كنقولوا بين قوسين، راه اعطيني كونتوني مزيان، ما عطاكش اليوم غيعطيك إذا ما عطاكش غدا، كاين واحد الحاجة غتنفعك ليه، كيتسمى صدقة جارية، ملي غتعطي واحد المعلومة واحد لافو، ولا غتعطي واحد الحماس لواحد الشخص، ممكن واحد الشخص بحال دابا سبيل المثال كاين الناس اللي عندهم فلوس، أضعف الإيمان ما كيقدر يدير مع مو حتى شي حاجة، صراحة نقول لكم، يعني ما كيقدر يدير مع الوالد ديالو حتى شي حاجة، ممكن غيبة عليه، ممكن مركز، ولكن يقدر يشوف داك الفيديو تقول يطيح عليه الفكر، يقول لها أنا قدر نمشي للوالدة مسكينة، مسكينة هاد المهمة كي فرحات. بغيت انا نشوف ديك الفرحه حدايا ماشي في اليوتيوب، يقدر ممكن كنمرر اليوتيوب هو تمرير لواحد الرسائل مشفره للناس. المغاربه تبارك الله راه بعقلهم وعارفين اش كيديروا، والناس اللي هما كيتبعوا. نزيد حاجه اخرى، كاين واحد المشكل اخر هو الناس كيتبعوا التفاهه، هذا هو المشكل اللي واقعين فيه حنا اليوتيوب، القنوات الصغرى كتبدا المجهود واحد الفيديو مونتاج حتى دابا اش كيسحبوا الناس؟ كيسحبوا على انه كتشد كتصور فيديو كتحطو في سي فوق صافي داز صافي، راه كاين اللي كيبرك في المونتاج في ثلاثة السوايع، وخرج عيني بداك المونتاج وقطع هادي ودير هادي. الله يخليكم، دعموا القنوات اللي عندها محتوى، دعموا القنوات اللي عندها محتوى، لانكم ستسالون غدا امام الله. ملي ما معنى كتفرج فروشيني اليومي وكتخلي لا كومونتير استعداد للفيديو ديالك؟ والله ما كيقراو لي كومونتير ديالكم. انا هضرت مع وحده من صحابه روتيني اليومي، تخيلي مع حقها الناس تاع روتيني اليومي ولا بغاو يديروا كيف واي حصريا، وبيني وبينك من بعد الله وغنقول لك شكون هي بالاسم، ما نقدرش نذكر سميتها. انا باغا دير كيف واي باش اذا كت دونك راه كتشاف فيها المحتوى. واش عندها 300,000 مده شهرين، وفيديوهات ديالها كيتشافوا ب 200,000، الفيديو الواحد 200,000 400,000، باغا كتفكر باش دير كيف واي؟ شوف فين وصلنا، قناه عندها محتوى غتشعط قناه ما عندهاش محتوى باش تطلعها. الله يخليكم، شوفوا الناس اللي عندهم محتوى، كاين ناس بزاف عندهم محتوى، طلعوهم باش كنا نستافدوا انا وانت والاخر والاخر. راه عيب على انه يجيو الناس يشوفوا في الطوندونس ديالنا حنا، يخليو او روتيني اليومي يومي ناعمه وزيد شوما.
ما سخيناش بك الياس بهالدردشه خفيفه، ونتمنى ان شاء الله القناه ديالك تلقى واحد المشاهده ان شاء الله. قناه سايدي سكافندري سكافندري سايدي كافندري، نتمنى ان شاء الله القناه ديالك هي تلقى ان شاء الله متتبعين. انت في بدايات المشوار ديالك والمحتوى ديالك اكيد راه شفتوا فيه بزاف ديال كلاشات، ولكن محتوى نقي مزيان. نتمنى ان شاء الله التوفيق لك الياس. ولو بغيتي كلمه اخيره للجمهور ديالك والجمهور ديال الله تعرف عليك عبر قناه شوف تيفي. اول حاجه غادي نقول لكم ما نقولكم دخلوا عندي، لا نقول لكم شجعوا المحتوى الهادف. الا كان بان لكم انا محتوى هادف شجعوني، بان لكم واحد اخر عطيو الناس فرصه فين يبدعوا فين يخرجوا الحوايج الزوينين اللي فيهم، ماشي الحوايج اللي خايبين اللي فيهم. شكرا لكم كلكم، وراه كنبغيكم كاملين. وميرسي بور شوف تي في اللي تاحت الفرصه الناس عندهم قنوات صغار باش يعبروا على الراي ديالهم، باش هما يبانوا الوجود ماشي ب 1000 درهم ولا 2000 درهم، بالعكس بالضمير الصحفي اللي كيشوف واحد المحتوى بان ليه زوين. انا الاستاذه فاش هضرات معايا اول كلمه قالت لي شنو هي، قالت لي صيفط لي فيديو من الفيديو ديالك نشوفهم بعدا. انا كنقول لها في وجهها في اللايف دابا ياك، قالت لي شوف صيفط لي فيديو من الفيديو تشوف، يعني بمعنى ان بحال كتصيفط ميساج الى لقيت المحتوى ديالك لا علاقه انساني بلا ما تعاود تعيطي. والحمد لله وتم اللقاء الحمد لله. الله يبارك فيك، هذا شرف لينا بالعكس، ونتمناو حنا كاع الشباب المبدع. وهذا كيف انت دويتي في اللايف حنا غندوي مباشره، حنا هذه رساله كنوجهوها عبر قناه شوف تيفي ومن صحفيي ومن مدير القناه. اي الشباب المبدعين، الشباب اللي بغاو صوتهم ما وصلش وعندهم اي موهبه في اي مجال، يتصلوا بنا وباب القناه مفتوح لجميع الشباب المبدعين مجانا. هذه كمساهمه من القناه، تيسر الله من بعد ذلك كنبي. ها هكا الانسان بخطوه بخطوه راه كيوصل ان شاء الله. نعدي المليون ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما سخناش بك الياس، ما سخناش بكم مشاهدينا الكرام، نتمنى ان شاء الله نلقاكم فرص قادمه باذن الله تعالى في احسن الاحوال. دمتم في امان الله والى اللقاء.